السلام عليكم، معاكم اخوكم علي العبادي. هذا الفيديو مختلف عن باقي الفيديوهات. هذا الفيديو راح يتكلم عن رحلة رقم 780 وتعطل محركاتها، قصة واقعية حدثت سنة 2010. خلكم معاي. صارت هذه الحادثة 13/4/2010، وكانت متوجهة من اندونيسيا الى هونغ كونغ. كان قائد الطيارة الكابتن مالكوم ووترز، وكان نوع الطيارة ايرباص 330، والمحركات اللي عليها روز رويس ترنت 700، وكانت تبتعد عن مطار هونغ كونغ 265 كيلو. فحسوا بارتجاج بهيكل الطيارة، طبعا هذا الشيء مو طبيعي، واشتغلت التنبيهات تبين ان المحرك الثاني فيه عطل. بعدها على طول حطوا المحرك بوضع الايدل، وضع الخمول، وبعدها دقائق تعطل محرك رقم واحد، ونفس الشيء هم حطوا المحرك رقم واحد بوضع الخمول. وضع الخمول معناته قللوا السرعة الى اقل شيء، معناته ان المحركين راح يكونون شغالين بس ما يعطون قوة دفع. بدت تنزل الطيارة تدريجيا، والمطار بعيد. اطلبوا النجدة بالهبوط، وبلغوا برج المراقبة توقف محركات الرحلة رقم 780. وفجأة طرت فكرة حق الكابتن، وحرك مقبض السرعة بشكل بطيء الى الامام. بهذه الحركة زادت قوة المحرك من 28% الى 74%، وهذه كانت على المحرك رقم واحد، والثاني بوضع الايدل. واستعدوا للهبوط وخفضوا سرعة المحرك رقم واحد، بس المفاجأة كانت سرعتها نفس ما هي، ما نزلت، اوفر سبيد، وما كان قدامهم غير المجازفة والهبوط بهذه السرعة. وكانت السرعة اكثر من 185 كيلومتر بالساعة عن السرعة الاعتيادية، وحاولوا يوقفون الطيارة بكل الامكانيات الموجودة عليها. وقفت الطيارة والحمد لله ما في وفيات، وبلشوا تحقيقات بسبب عطل المحركات، ودزوا شركة ايرباص شخص عشان يشوف العطل مصنعي ولا سبب ثاني، وراقبوا سجلات الطيارة وشافوا خطأ. والخطأ هو لما يتحرك مقبض الوقود تدفق الوقود ثابت، يعني مثلا لما زيد السرعة ولا لما قل السرعة يكون تدفق الوقود ثابت، ما يقل ولا يزيد. بعد التدقيق اكتشفوا ان الكمبيوتر مسجل المين مترينج فالف، وهذا جزء اساسي بالفيول سيستم، تقدرون تشيكون عليه بالاي تي اي شابتر 71، في مثل بستن صغير يفتح ويسكر عن طريق مقبض السرعة. طبعا المحققين لما قصوا الفالف نفسه شافوا مثل بودر ناعم داخله، يعني مثل السكر المطحون. وبعد الفحص تبين ان المسحوق هذا موجود بالعربات اللي تزود الطيارة بالوقود عشان يمنع الماي يدش حق خزانات الوقود اللي بالطيارة. وراحوا المحققين مطار سورابايا الموجود باندونيسيا، تفحصوا السيارات اللي عبت الطيارة هذه، واكتشفوا ان فيها بلورات الصوديوم، واكتشفوا بعد ان خزانات الوقود الباطنية اللي تحت الارض ملوثة بمياه البحر، وكان في تسريب ماء البحر حق خزانات الوقود، وهذا السبب اللي خلى الفلتر او المرشح ينهار وصار يعبر عنه الفيول مع مياه البحر في خزانات الوقود داخل الطيارة. وبكذي نختم معاكم موضوع حادثة رحلة رقم 780، ونشوفكم ان شاء الله في موضوعات ثانية. مع السلامة.